بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الآية المباركة تتحدث عن المنافذ التي ينفذ منها العلم إلى الإنسان. السمع أحد تلك المنافذ، عندما يستمع الإنسان إلى عالم، إلى خبير، إلى مفكر، إلى صاحب تجربة، ويتفهم ما يستمعه ويجعله جزءاً من معلوماته، آنئذ يزداد علمه، لا سيما إذا ركبها، ركب ما سمع مع ما كان يعلم. وهكذا الحال بالنسبة إلى البصر. رؤية الإنسان المباشرة للأشياء تجعله يتعرف على معلومات كثيرة يضيفها إلى مخزونه العلمي، ولكن الأعظم في ذلك كله هو الفؤاد، باعتبار أن الفؤاد وهو هنا العقل مهيمن على ما سمع وعلى ما رأى، ومحلل للمعلومات التي تفد إلى الذهن، جامع لما تفرق، ناقد للخطأ فيها، مكون من الأشياء الجزئية قواعد عامة. هذا الدور
المركب الذي يقوم به عقل الإنسان يجعل عدم العقل عند أحد يساوي ألا سمع ينفع ولا بصر ينفع كما ينبغي. تشوف الإنسان الذي لا عقل له عنده عين وعنده أذن، ولكن لا يوجد لديه قدرة عقلية تحلل المجموعة، تحلل المعلومات، تستفيد منها، تحولها إلى قواعد، تستنتج منها النتائج. هذه المنافذ المختلفة يتحدث عنها القرآن الكريم فيقول: كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل أولئك كان عنه مسؤولا تارة تعني أن السمع يسأل والبصر يسأل والعقل يسأل، فيكون معنى الآية معنى أخروي، يشاكل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، صير الموضوع موضوع أخلاقي وتوجيه وعظي، وأن السؤال سوف يتم في يوم القيامة. وتارة كما ذهب إليه مفسرون آخرون يكون كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني أن الإنسان مسؤول عن منفذ البصر للمعلومات، أي معلومات يدخل من خلال البصر، أي معلومات يدخل من خلال السمع، أي نتائج يتوصل إليها من خلال العقل. فيصير هذا مثل ما روي عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه: عجبت لابن آدم يفكر في مأكوله فيجنب بطنه ما يؤذيه، كيف لا يفكر في معقوله فيجنب نفسه ما يرديه. الإنسان أول ما يروح إلى البقالة لكي يشتري مثلا مادة من المواد الغذائية ينظر إلى تاريخ الانتهاء، لماذا؟ لأنه يعتقد أن انتهاء الصلاحية في هذه المادة الغذائية سوف يسبب له أذى في البطن. زين، هذا الإنسان من الصباح إلى المساء يدخل صورا علمية من خلال النظر، يدخل صورا علمية من خلال السمع، يستنتج نتائج من خلال العقل. هذا مو لازم يفكر فيه هالأشياء كيف تدخل، هالمعلومات كيف تتسرب، هالأفكار كيف تنتج. فيجنب نفسه ما يرديه، ذاك إذا كان الأكل الفاسد يؤذي البطن قليلا، هذه الفلسفة الخاطئة تردي الإنسان. إذا اعتقد الإنسان كما نقل القرآن عن قوم وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذه تولد هالفلسفة العبثية، تولد حياة عبثية ضائعة.
كيف ينتج العقل هذه الفلسفة وهذه الفكرة؟ لما لا يتوجه الإنسان إلى التفكير في معقولاته، في أفكاره، فيما ينتجه عقله؟ فكل هذه الأمور من منافذ المعرفة يكون الإنسان مسؤولا عنها، وقد جعل العقل قيما ورئيسا وناظرا وناقدا ومصححا لكل هالمعلومات. أنت تسمع مني كلام الآن، المفروض أن عقلك يحلل هذا الكلام، هذا الكلام من أين إلى أين، ماذا يريد، مع أي شيء يتفق، هل ينفع أو لا ينفع. هكذا علمنا أئمة أهل البيت عليهم السلام. كان الإمام الباقر سلام الله عليه جالسا مع أصحابه فقال لهم: إذا أتيتكم أو إذا حدثتكم بشيء فسألوني من أين هذا أو أين هذا من كتاب الله. إذا قلت لكم حكاية قلوا لي هذا وين من القرآن. طيب، هم يعتقدون أن الجالس أمامهم إمام معصوم مفترض الطاعة، لا ينطق إلا كما نطق رسول الله، ولا يأتي بشيء من عنده، ما مفروض أن يسألوه، ولكن يريد أن يعلمهم ويعلمنا منهجا في الحياة. أنت اليوم تسأل الإمام الباقر أين هذا من كتاب الله، باكر تسأل من هو دونه من باب أولى: أين هذا من كتاب الله؟ شنو الدليل عليه؟ على أي أساس يعتمد؟ فمر الإمام في حديثه كم يتحدث فقال: نهى رسول الله محمد عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. واحد من الحاضرين قال: يا أبا جعفر، يا سيدي، أين هذا من كتاب الله؟ تقول النبي قال هذا وين من كتاب الله؟ فقال: نهى عن القيل والقال في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. واحد يقول: أنا رحت سهرت يا فلان إنسان 3 ساعات، قعدنا في الاستراحة، شلون وناسة وكلام لطيف. الإمام يقول: هذا قيل وقال إلا إذا كان فيه أمر بمعروف، أمر بصدقة، إصلاح بين الناس، كلمة هداية، فكرة وعي، توجيه أخلاقي، هذا مو قيل وقال، هذا مو لغو، هذا مو هذر باطل. وأما إضاعة المال فقوله تعالى: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وأما كثرة السؤال ونهي النبي عنها فقول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا منهج، أين هذا من كتاب الله؟ مع أي شيء من القواعد الدينية يتفق هذا الكلام الذي تقوله؟
ولذلك احنا لابد ان نتساءل عن بعض الافكار التي نسمعها هنا وهناك. مثلا فكرة مشهورة في حياة الشيخ الجواهري صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، أن صاحب الجواهر تمنى لو أنه يقايض ثمن وقيمة وثواب كتاب جواهر الكلام بثواب القصيدة الأزرية للحاج كاظم الأزري. احنا لما نجي نواجه مثل هذا الكلام، انا هم رحت وتبعت الحكاية، شفت المصدر مالها مو كلش مصدر يركن اليه، شخص ذكرها في هامش كتاب، هل كتاب هذا غير معروف غير متداول مذكور فيها مشي؟ طيب شلون هو نقلها عن صاحب الجواهر ما معلوم. لما تيجي تعرض هذه الفكرة على ما نعرف من القواعد الدينية تقول إما أن صاحب الجواهر لتواضعه الجم، طيب قال قصيدة تساوي كتابي الفقه كله، وهذا ممكن. قسم من الناس مع علو شأنه عند الله ومنزلته عند الله وجاهه عند الناس يكتب عن روحه الأحقر فلان، ويعتقد بروحه الأحقر، زين، ويعتقد أنه ما يسوى شيء، هذا تواضع طيب، منح أخلاقي زين. لكن هل أنا أجي أروح أقول له سلام عليكم يا أيها الأحقار؟ ما يصير هذا خلق، هذا مو مقامه، مقام التعظيم لازم يكون إله. ذاك صاحب الجواهر زين يقول أن أنا كتابي ما يسوى شيء، مثل ما قال عن كتابه ويا كتاب الرياض، قال أنا أتمنى لو كتبت كتاب يكون مثل كتاب رياض المسائل للسيد علي العاملي، مع أنه وين كتاب الجواهر وين كتاب الرياض؟ الرياض ثلث ما يصير من كتاب الجواهر من حيث الحجم والكم، وعند أكثر العلماء هذا شيء بعيد جدا متفوق عليه، بس هذه نفسية تواضع زين. إذا تواضع ما في مانع، أما إذا على نحو الحقيقة نقول هذا ما يتفق مع ما نعلمه من القواعد التي نعتقد بها، لأن كلمة علم هذا الجواهر تخرج عليه مئات من المجتهدين منذ تأليفه إلى يومنا هذا. وبعض العلماء يقول، سارحنا بعد في كتاب الجواهر احنا فقط استشهاد، بعض العلماء يقول إذا توفر للإنسان كتاب الجواهر وكتاب وسائل الشيعة وكتاب المسالك خلص ما يحتاج إلى كتاب آخر حتى يستنبط الحكم الشرعي. طيب زين، هذا وين؟ وقصيدة من القصائد مهما بلغت في علوها شعر جميل فيه معاني راقية جدا وفيه نظم متين جدا، بس هذا وين وهذا وين؟ لكن أحيانا يجيك إنسان يقولها مثلا مسلم هكذا، يحتاج الإنسان إلى أن ينقد المقولات فضلا عن المناهج، فضلا عن المناهج. أحيانا يصير مو المشكلة فقط في كلمة وفكرة، لا، منهج كله يكون منهج خاطئ ويحتاج إلى نقد عقلي. الآن أكو بعض الجماعات يقول لك مثلا فلان ولد المهدي، فلان وكيل المهدي، فلان ما أدري سكرتير العامة للمهدي، فلان نائب المهدي، وعلى هذا المعدل. زين، شنو الدليل على ذلك؟ يقول لك روح الليلة نام
شوف إذا ما جاك في الحلم أحد يقول لك هالحكاية تعال احلق لحيته حسب التعبير. زين عمي، هذا إن منام مو حجة، حتى في المستحب والمكروه مو حجة. يعني لو عالم من العلماء، مرجع من المراجع، إجا قال لنا مثلا يوم رابع من محرم أكو مستحب الغسل لأنه يوم مسلم، طيب ليش؟ قل لأنه أنا البارحة في المنام شفت رؤيا بهذا المعنى. نقول خلي غسلك في جيبك ورؤيتك إلك وما حد بتابعك. وهذا هم ما تشمل قاعدة التسامح في أدلة السنن. عندنا مشايخ وعلماء حضور في المجلس وهم من أهل الفضل، هذا ما تشمله قاعدة تسامح في أدلة السنن. من اقبل في مستحب، من اقبل في مكروه، وهي مسألة فقهية فرعية غير إلزامية، فكيف نقبله في الواجب والحرام، وكيف نقبله بعد ذلك في أصول العقيدة؟ العقيدة أهم من الواجب والحرام، هذا كأصل وهذا فارع. أنت اللي الشيء اللي ما تقبله في المستحب تروح تقبله في تعيين أن هذا ابن المهدي أو جد المهدي أو أخو المهدي. طيب فيصير هنا منهج غلط، ولذلك احنا نحذر من الإغراق في الاعتقاد على المنامات والرؤى. الاعتماد على المنامات والرؤى لا سيما في قضايا العقيدة منهج غير سليم. هسا في مسائل وعظية، في الوعظ والإرشاد المجال ما في مشكلة، طيب لكن تروح توصل القضية إلى اعتمادك على المنام، على الأحلام، على الرؤى في مسائل العقيدة، هذا منهج مدمر، لأن الكل يقدر يدعي. تشايف واحد ما شاف النبي، ذاك اللي يطلع في فلان فضائية كل ليلة شايف النبي ويقول له ترى أنتم منهجكم عدل ومنهج غيركم غلط وإلى آخره، طيب كأنما مستأجرنا مثلا. المتضادون والمتناقضون يمكن أن يقولوا أنا شفت النبي وشفت ما أدري فلان وفلتان يصحح إلي ديني ومذهبي، فشلون يصير هذا يصحح إليه وهو صوب اليمين، ذاك يصحح إليه وهو صوب الشمال؟ طيب فالمنهج أساسا منهج غلط. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تتلاحظ أن هذا الأمر يجر حتى في الحياة الاجتماعية، مو فقط مناهج فكرية، في الحياة الاجتماعية شفنا ورأينا بعد ذاك القاضي اللي أخذ الملايين، طيب لما إجوا إلى قال ترى أنا جني سحرني وخلاني أكتب ما أدري هالصكوك وهالشيكات والتحويلات وإلى آخره، عافية على هذا الجن الله يعطيه العافية، إيش معنى ما يعكس القضية يسحب منك مو يعطيك؟ طيب وقسم من الناس لما تتحدث، أنا في وقتها ذكروا قسم من الناس قالوا إيه نعم هو مسحور، وجابوا شهود وسمعوا أيضا الجني اللي داخل في بطنه وقال له ما أدري أكل هالملايين هذه. هذا مو هذا عقل؟ هذا يمكن أن يعطي الله إنسان جوهر بهذه القيمة ثم يتلفها هذا الإتلاف؟
وتصير بعد الأمر أسوأ من هذا. إحداهن شافوها بعد مدة من الزمان بطنها انتفخ، يابا أنت ما عندش زوج ولا كذا، شلون هذا؟ مو معقول الحكي هذا. قالت أنا أحبلني ميكائيل. شنو يعني شنو أحبلش ميكائيل؟ قالت بس مريم بنت عمران أحبلها جبرائيل، أنا أحبلني ميكائيل. طيب هذا إذا أحد يجي يصدق يعني جوهره كسرت مما أعطاه الله عز وجل لهذا الإنسان. بالعكس الدين يجي يعلي شأن العقل أولا، يقول ما عبد الله تعالى بمثل العقل. عبادتك أنت مو تشوف كم ركعة، أحسن شيء يعبد به الله العاقل، معرفة الله. ولذلك صار أول الدين معرفته، يعني معرفة الله، ومعرفة الله تتم بالعقل. عبادة الله ثواب اللي يعطى فيها هي بمقدار العاقل. أنا وإنت اثنيناتنا نصلي، لكن أنت أكثر عقلا مني، أكثر معرفة مني، أكثر وعيا بالله مني، ركعتين أنا أصليها وأنت ركعتين تصليها، أنت تحصل ثواب لأن تعقلك أكثر. وهذا أحاديث كثيرة أن ثواب العاقل في العبادة أكثر من ثواب من هو دونه. العقل صار محور لكل شيء. في الرواية عندنا ينقلها الشيخ الصدوق في أماليه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أن الله سبحانه وتعالى أنزل على آدم جبرائيل، أرسله إليه. مثل هذه الأحاديث هي أحاديث تعليمية لأمثالنا أيضا. فجاء جبرائيل إلى آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، فقال له جبرائيل يا آدم الله خلق ثلاثة أشياء وخيرك أن تختار واحد منها، هذا الحياء، هذا الدين، هذا العقل. ثلاث أشياء: الحياء والدين والعقل، ويريدك تختار شيء واحد منها فقط. لو أنا وأنت وش نختار؟ الدين عادة، والدين أهم شيء. لكن آدم عليه السلام اختار العقل، أخذ العقل، قام الدين والحياء وانتقل إليه. جبرائيل خاطب الحياء والدين أنه أنتم ما اختاركم آدم إنما اختار العقل، قال أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. وين ما يروح العقل يجي وياه الدين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أصحاب العقول. الحياء وين ماكو عقل أكو حياء، لكن قد لا يكون العكس صحيحا. أكو ناس عنده دين ولكن ليس عنده المقدار الكافي من الحياء، عنده دين بحسب زعمه لا أقل، ولكن ليس عنده عقل، لذلك يروح يتيه في الضلال أحيانا. نحن نحتاج إلى أن ننظر إلى بناء الإسلام للعقل، كيف ينقد الأشياء وكيف يحللها وكيف يفكر فيها. أول شيء الإسلام
ضمن هذا الإطار يجي يقول لك فتش عن المصدر، وين المصدر اللي أنت معتمد عليه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أين هذا من كتاب الله؟ الحق أن تقول رأيت، والباطل أن تقول سمعت. يعني دقق في المصدر حتى إذا صار المصدر مصدر معتمد، ذاك الوقت ترتب تحلل المضمون. شفت فكرة نقلها فلان وهو شخص معتمد وهو شخص عارف، لكن انت ما تدري أن هذه الفكرة فكرة تامة أو لا، يجيب إليك ذاك الوقت قواعد، يجيب إليك حدث العاقل بما لا يكون، فإن صدق فلا عقل له. لا عقل له مو يعني الله سلبه العقل بمعنى صار مجنون، وإنما بمعنى أنه لا يستعمل عقله. ومن الملاحظة، وهذا أظنكم تلتفتون إليه، أن القرآن الكريم عندنا لم يتحدث عن كلمة العقل ولا مرة واحدة بصورة الاسم، وإنما كلها بصورة الفعل. يعقلون، كل يعقلون، روحوا فتش كلمة العقل. نعم جاب الفؤاد، جاب أولو الألباب، جاب قسم لذي حجر وما شابه ذلك، لكن كلمة العقل في القرآن الكريم بحسب ما رأيت وقرأت لم تستعمل إلا في صورة فعل وحركة وإعمال، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لأن شغل العقل هو أن يتحرك، شغل العقل هو أن يفعل. طيب هذا أمر ثاني في هذه الجهة. الجهة الثالثة أن الإسلام يعلم الناس على العقل السنني، إن صح التعبير. عقل السنني يعني شنو؟ أكو قسم من الناس يعتقدون الكون قائم على الصدف، قائم على المشتهيات. ليش ما يصير كذا؟ مثلا يسمع عن أنه سيعرض الفيلم المسيء للرسول في سينما الفلانية، بعدين يجي خبر ترى انهدمت وتزلزلت هذه السينما الكذائية، بسرعة ينشر هالخبر ويهلل فرحا. طيب زين، هذا هل يتوافق مع نظام السنن في الكون؟ النبي وأهل البيت عليهم السلام قتلوا، أوذوا، ذبحوا، لكن السنة التي وضعها الله في الكون هذه لازم يجري عليهم ما جرى عليهم، ويحصلون على ثواب من ربهم. ولعله والله العالم ضيق مساحة المعاجز والكرامات في حياة أهل البيت لهذا الغرض. احنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أقدر النبي محمدا وأقدر أهل البيت عليهم السلام على القيام بالكرامات والمعاجز، هذا نعتقد به من صلب عقيدتنا، صحيح ولا لا؟ ولكن نشوف هذه الدائرة جدا دائرة ضيقة. ما شفنا في كربلاء أن الإمام الحسين عليه السلام مثلا منع القتل عن نفسه أو عن أهل بيته أو عن طفله الرضيع أو خفف آلامهم بالمعجزة، ولا أن النبي اللي تأذى حتى قال ما أوذي فيما نقل عنه، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ما استخدم المعجزة في ذلك. ليش؟ لماذا؟ نعمة الله أنعم عليك بها، لماذا لا تستعملها؟ لأن استعمالها دائما يضر بقانون السنن في الكون. إذا كل شغلة صار فيها خرق للقاعدة، صار فيها تحطيم للسنة الكونية، هذا الكون يصير فوضى بعد مدة من الزمان.
نعم في الموارد الضرورية المهمة الاستثنائية النبي وأهل البيت عليهم السلام يستعملون هذه القدرة التي أقدرهم الله تعالى عليها. الكون مبني على سنن، المجتمع قائم على قواعد ما تتغير هذه حسب ما نشتهي. والله الرسام الدنماركي هذا صابته نار واحترق، هذا مو ضمن السنة الله سبحانه وتعالى اللي جعلها، بمعنى أن من يتعرض هناك سنة، من يتعرض إلى النبي بالإساءة يحترق، ماكو عندنا شكل سنة. من يعتدي على أهل البيت ينكب في هذه الدنيا بالزلازل، ما عندنا هذه سنة. من الممكن في بعض الحالات كرامة لأهل البيت، كرامة لرسول الله يصير هالشكل، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن يجري الأمر كما هو لا يتغير، وأنت لازم تقيس الأمور على هالأساس. هل هذا الحادث، هل تلك القضية، هل هذا الأمر، الكعبة إذا ضربت بالمنجنيق، إذا هدمت تنخسف الدنيا، هل هذه سنة من السنن؟ لا، مو سنة من السنن، صارت ولم يتغير شيء. طيب، فيجي في المرحلة الثالثة ويعلم الإنسان على أن الكون والحياة ضمن إطار سنني لا صدفي، ضمن إطار قواعد لا مشتهيات ورغبات عند الإنسان. احنا نرغب أنه الله يؤذي من يؤذي رسول الله، لكن الكون مو منظم على هالشكل. نرغب أن أهل الباطل ينهدموا، نرغب أن إسرائيل هذه العدوة الغاصبة المحتلة التي تضطهد المسلمين وتقصف بيوت الآمنين في هذه الأيام، نحب، بل كل المسلمين يحبون ذلك، أن ينكبها بنكبة تقعدها ولا تقيمه، لكن هذا مو ضمن السنن. السنن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. السنة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، السنة إن تنصروا الله ينصركم، السنة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هاي السنة. إذا شفنا شيء خارج هالإطار فإما أن يكون عمل إعجازي موثق، طيب ثابت 100%، هذا خرق للسنن والقوانين، وإما نقول هذا الشيء غير صحيح غير سليم. ولهذا أنا أدعو إخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات وهم وهن كذلك، ولكن هذا من باب التذكير، إلى عدم الإغراق في مثل هذه القضايا غير العقلائية غير الثابتة التي تخالف السنن. الآن أنت تشوف لا سيما مع كثرة استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، أي خبر صار شك فيسبوك وانقله، وتويتر وما أدري واتساب وغير ذلك. يبقى هذا زيادة في التغفيل، زيادة في التجهيل، زيادة في بث حالة من عدم التعقل أنت قاعد تساهم فيها وتمارسها من دون أن تدري. اتأكد من الخبر، اتأكد من جهته، أعطي إلى تحليل معين. إن شاء الله احنا فد ليلة يصير عندنا حديث عن كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، سواء القائمة أو الحديثة الرسمية أو الشعبية، ولكن هذا بنحو الإجمال. لأن إعمال العقل ونقده للقضايا يقي الإنسان حتى من الانحرافات الكبرى. في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب أهل البصرة، ماذا يقول لهم بعد حرب الجمل؟ يقول لهم: كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة،
رغى فأجبتم وعقر فهربتم. شنو معنى كلام الإمام عليه السلام؟ يريد يقول إلى هؤلاء: أنتوا يا من قاتلتموني وأرقتم الدماء وقتلتم كل واحد لحيته شطولها شابت لحيته، آخر أمرك تصير جندي من جنود امرأة تخرجك للقتال، وانت حالتكم العربية قبل الإسلام إهانة المرأة إلى أبعد المستويات، الآن صارت هاي اللي انتوا كنتوا تهينوها تساوونها بالتراب تأيدونها في التراب، الآن صارت القائدة وانتوا الجنود. إجا الإسلام، الإسلام أعظم شأن المرأة، أعطى لها قيمة، لكن ما أعطى لها ولاية على الرجال ولا قيادة ولا قوامة، جعل الرجال قوامين وجعل الولاية لهم ضمن حدودها الشرعية. أنت تجي امرأة لا تربطك بها رابطة، وانت هذا الكبير حافظ القرآن لحيتك شطولها تصير جندي تقاتل بين يدي امرأة اللي وضعها الاجتماعي قبل الإسلام هكذا ووضعها الاجتماعي بعد الإسلام هكذا، يصير هالشكل لكم؟ لو واحد منكم فكر بعقله كان يجي هذا المسير؟ بعدين أتباع البهيمة، القائد العام للعمليات بعير، زين، رغى فأجبتم، هاي صفارة الإنذار وانطلاق المعركة برغاء الجمل، وعقر فهربتم أو ففررتم. لما واحد يرجع إلى ما ذكره المؤرخون من تفاصيل كيف كان القتال حول الجمل، يقول لك صفوف، صف يجي يقف أمامه يستأسد في القتال يستقتل في المجاهدة، يجي جيش الإمام علي ينسفوه، يجي صف ثاني أشد منه ينسفوه، ثلاثة صفوف شقد راح علشان هذا الجمل. أتباع البهيمة عقر، رغى فأجبتم وعقر فهربتم، هذا هو مصير فد إنسان عنده تراث وتاريخ وسن وحكمة ومعرفة وحافظ للقرآن، هل يليق هذا بإنسان أن يكون تابعا للبهيم؟ لو الكعبة ما قاتلت ودافعت عنها بهالمقدار، دافع لك عن بهيمة وعن جمل؟ يصير عدم تحكيم العقل إلى هالمقدار. أو ما حصل في الكوفة أيضا ترى هو تغييب للعقل، عندما جاء مسلم بن عقيل سلام الله عليه، شو اللي صار؟ اللي صار تغييب للعقل. لو أن مذحجا مراد قبيلة يمنية مسلحة فيها على الأقل 17,000 مقاتل، طيب هذول لو شوية فكروا بعقلهم وما استغفلوا بالدعاية، لأن السلطات تجي تلقي بالونات دعائية وأفكار خاطئة وتخليها تأثر على هؤلاء الناس، تغيب عقلهم مدة من الزمان حتى تغيب فعلهم ودورهم. يقول لهم إجا عبيد الله ابن زياد اقتحم القصر، كل اللي كانوا في القصر ذاك الوقت شقد؟ 30 شخصا بس، 30، زين انتو 17,000، هذول اجوا ماذا قالوا؟ نزلوا الى الساحة وبدأوا يخوفون الناس، ترى جيش الشام اذا اجى ايش راح يصير؟ الدماء الى الركب بتوصل، والنساء سبايا، وطبعا هذا الجيش ما جاء ولا يأتي، سمعتوا أن جيش إجا من الشام؟ حتى لقتال الحسين ما إجا من الشام جيش، تجيش كان أكثر من الكوفة. طيب
حتى لو فرضنا جيش من الشام يجي، تعال فكر، هذا يقول لك أنا عندي هنا في الكوفة 17,000 إنسان مقاتل والأرض أرضي والمؤونة فيها وجيش جاي من برا جاي، هل كان من التعب نشن عليه الحملة ننهي وجوده؟ خلاص، لو أي واحد فكر هذا التفكير أنه شقد رح يجي منك وإحنا في مكاننا مسلحين آمنين نستطيع التغلب عليه، ولم يكن هناك جيش ولا هم يحزنون، بس هي القضية استغفال لذلك الجمع وانطلت عليهم الحيلة لعدم إعمالهم للعقل وعدم نقدهم لهذا الكلام، ولهذا انقلبت المعادلة. هذول العرفاء، هذول الجواسيس، هذول الذين كانوا في صف السلطة نزلوا إلى الناس وبدأوا يتحدثون مع الناس، ترى جيش الشام جاي يصنع كذا وكذا، الله الله في أنفسكم، لا تصنعوا على أنفسكم سبيلا، اتركوا ارجعوا إلى بيوتكم كل واحد. وأعلنت حالة الأحكام العرفية وحالة الطوارئ في الكوفة، وقال عبيد الله بن زياد: أي شخص كان خارج بيته فقد برئت الذمة منه، يعني أنه يمكن أن يقتل. الناس دخلوا إلى داخل البيوت وتسللوا عن مسلم بن عقيل. مسلم إجا صلى صلاة المغرب، بعض الروايات تقول كان معه 100 شخص في صلاة المغرب، ما صار صلاة العشاء إلا ويلتفت فلا يجد خلفه واحدا من الناس، ماكو أحد وياه. حقيقة مسلم شابه الحسين في كثير من مصائبه. الحسين كان غريبا ومسلم بن عقيل في أشد أنحاء الغربة. أنت الآن إذا تروح إلى بلد من البلدان الدور، من الممكن تحصل لك واحد هناك يقول لك تفضل البيت بيتك، حياك الله تفضل عندنا. مسلم بن عقيل ما حصل هذا الإنسان اللي يقول له تعال تفضل إلى البيت، الأبواب مغلقة، الدور كلها موصدة أمامه. فبقي بأبي وأمي وحيدا فريدا كما بقي الحسين عليه السلام. هاي غربة مشابهة بعد تريد. الحسين قضى نحبه عطشانا لم يذق الماء، ومسلم ابن عقيل تساقطت ثناياه في قدح الماء ولم يشرب شيئا من الماء قبل مقتله سلام الله عليه. بعد أكثر، المسلم ابن عقيل ذبح ذبحا، يعني قدم هكذا وضرب رأسه بالسيف، وهو الوحيد مع الحسين، غير ما صار إلى هكذا. الباقي قاتلوا في أثناء القتال، أو بعضهم جرح ونزف إلى أن مات. أما يمسك هكذا ويجرد ثم تضرب عنقه، هذا ما صار إلا للحسين، وصار إلى مسلم ابن عقيل: ذبح صبرا بأبي وأمي. هاي مشابهة بعد أكثر من هذا تريد في مصيبة مسلم. مسلم ابن عقيل سحب بالحبال ولم يسحب الحسين. مسلم ابن عقيل ترضرض بدنه عندما ألقي من أعلى قصر الإمارة إلى أسفل الأرض، تحطمت عظامه ثم سحب بالحبال. بعضهم يقول، بعض أرباب الخبر يقول: ثم قرن بذيل الخيل وسحب في الأسواق. أيما مسلم، شنو بقي من هذا الجسد الطاهر؟ لك الله يا مسلم، لك الله أيها الغريب، لك الله أيها الذبيح، لك الله أيها العطشان،
يا من شابهت الحسين في مراحله المختلفة، ها هو الغريب يأتي حتى يقف على باب طوعة. هنيئا لهذه المرأة، وإن شاء الله النساء المؤمنات كلهن طوعة في مواقفهن تجاه المؤمنين. وقف على باب دار طوعة، خرجت تتلفت خايفة، الأوضاع قلقة مضطربة، خايفة على ابنها، وإذا بها تجد رجلا واقفا على باب دارها، ما يعرفها ولا تعرفه، هكذا ساقه إليها قدره ومشيئة الله. جاءت إليه: يا عبد الله، ما وقوفك على باب داري؟ قال لها: أمت الله، هل لي في شيء من الماء؟ أنا عطشان أحتاج إلى الماء. قالت: بلى، الماء لا يمنع من طالب. ذهبت إلى داخل الدار، جاءت إليه بالماء، أعطته إياه، وإذا به جالس على الأرض واضعا رأسه بين ركبتين. شرب الماء وظل جالسا. عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: ما جلوسك على باب داري؟ لا أجيز لك الجلوس على باب الدار، اذهب إلى أهلك، اذهب إلى عشيرتك، اذهب إلى بيتك. قال لها: ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. عجيب، منو أنت اللي ما عندك عشيرة وما عندك أهل؟ تقل له: يا غاتي يا غاتي، ما عرفت أياك، ومن ريبت منك طردتك. يقل لها: وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، يا أنا لا أهل عندي ولا يا لا يا عشير، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، يا أنا مسلم، أنا مسلم الفاجد نصيرة، يا والله أنا مسلم الفاجد، فاجد نصيرة. أدخلته دارها، قدمت إليه الطعام والشراب، لم يأكل شيئا، ظل ليلته تلك راكعا وساجدا وقائما وقاعدا. ما أن انبلج عمود الفجر صلى الصلاة إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل. جاءك القوم من حيث تحذر يا مسلم؟ قال: لا عليك، أفرجي لي عن طريقي. كان يأخذ الفارس من على ظهر فرسه ويجلد به الأرض حتى أكثر القتل فيهم والجرح، وطاعة تصيح من السطيح وجه الكسيرة. ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة، بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة، قادوه مثل الطير مكسور الجناح، وظلت تنخيهم: يا الكوفان رحموا هذا ابن اخو الكرار حيدر، لا تسح خلوه يمشي براحته، يا قلبي شعبته، خافوا من الله مالكم مذهب ولادي.
ما زال يقاتل مسلم إلى أن عثر فوقع، وقع منه سيفه، جاء لعين ضربه بالسيف على وجهه، شتر شفته، أوثقه كتافا، جاء به إلى قصر الإمارة، لم يسلم عليه، قال ليس لي هو بأمير، استسقى ماء جيء إليه بالماء، فانتثرت ثناياه في ذلك الماء لم يشرب، قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته. أمر أن يصعد به أعلى قصر الإمارة، لما صعد به استأذن أن يصلي ركعتين صلاها، ثم توجه ناحية الحجاز ونادى برفيع صوته: وأنا وأنت ننادي السلام عليك، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، إن أهل الكوفة غرونا وخذلونا، ما أتم كلامه إلا واللعين يرفع سيفه ويضرب مسلما على حبل عاتقه، ثم رمى بجسده إلى الأرض، أيوا مسلما، وسحبا تجار بأسواقهم: ألست أميرهم البارحة؟ نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم فرج عن جميع أسرانا فرجا عاجلا قريبا بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل عمل المؤسسين، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.